يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية في 18 من ديسمبر من كل عام، وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد احتفاء باللغة العربية لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة. وفي هذا الصدد احتفى رواد التواصل الاجتماعي بالمناسبة، فعلق حساب الدكتور علي بن تميم رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية قائلا: أحد أبرز التحديات التي تواجه اللغة العربية يتمثل في غياب البيانات والإحصائيات الموثوقة دون أرقام دقيقة تصف بموضوعية واقع اللغة العربية اليوم، سيكون من الصعب تلامس الاحتياجات الحقيقية ووضع الخطط للمستقبل، وبالتالي ستظل النتائج عشوائية لا يعول عليها. وأرفق معها هاشتاج اليوم العالمي للغة العربية. ونشرت أيضا نيليسون كينغ المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغريدة تقول فيها: قبلت التحدي الذي وضعتموه أمامي، وها أنا أجرب نطق بعض العبارات الصعبة التي اقترحتموها، يا ترى تلعثمت أم لا؟ بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أنا طلبت منكم بعض العبارات الصعبة في اللغة العربية. قبلت التحدي تصوح حول، يلا. خيط حرير على خيط الخليل، نعم خليل. مرة أخرى. خيط حرير على خيط على حيث خليل، خيط حرير على حيث خليل، خيط حرير على حيث خليل. يلا برافو. ما لكم تكأكتم علي، تكأكم على دي جنة، افرقعوا عني، علم ألم ألم ولما بدائه إن أنا آن 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 أوانه. وعلق حساب آخر: ما عدا الاستعراض باللغة الأجنبية مظهر مباهت وثقافة إلا عند حديثي التحضر، الواثق من نفسه يجد أكثر من لغة ويعتز بلغة الأم أيضا، فكيف لو كانت لغة جميلة كاللغة العربية؟